عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أحمد رجب. إن شاء الله هنراجع مراجعة لشهر مارس إن شاء الله تعالى. يلا هنشوف كده على طول وعلى السريع المراجعة علشان وقتنا. بيقول لي أول حاجة من موضوع في منتصف الطريق: وفي تلك الأثناء كان حبيب يقول لنفسه: على الرغم من أني مقبل على تكاليف زواجي، إلا أن أخي أمير عليه أعباء ضخمة، تخير الصواب. مرادف مقبل. اتفضل مين يجاوب معايا؟ تعال هنا اتفضل، عرف اسمك الأول هنا لزمايلك. اسمك؟ نعم. محمد معتز. محمد معتز، اتفضل اختار يا محمد يا معتز. معنى مقبل؟ قادم. عندي قاصد وقادم ومسافر ومبتعد. محمد اختار طبعا قادم، الإجابة صحيحة. السؤال الثاني اتفضلي. مضاد ضخمة، اسمك ايه الأول؟ على صوتك. سلمى محمود. سلمى محمود، اخترت ايه يا سلمى؟ ضئيلة. ضخمة مضادها ضئيلة، يبقى عندي ضعيفة وضئيلة وقليلة. اختارت سلمى طبعا ضئيلة والإجابة صحيحة. كان حبيب مقبلا على نقط: السفر، العمل، الزواج، الدراسة. اتفضل تعالى مين معايا؟ على صوتك. محمد مجدي. محمد مجدي، قول يا محمد يا مجدي. كان حبيب مقبلا على الزواج. على الزواج، تمام يا محمد اتفضل. السؤال اللي بعده: حدث اللقاء الرائع بين الأخوين في نقط الطريق: منتصف، أول، ربع، آخر. اتفضل. يوسف سمير. يوسف سمير، قول يا يوسف. في منتصف الطريق. برافو يا يوسف، في منتصف الطريق. السؤال اللي بعده: الإعراب، إعراب كلمة حبيب. مين معايا؟ تعالي اسمك. لينا صبحي. لينا صبحي، يلا يا لينا اتفضلي. اسمك هنا مرفوع علامة رفع الضم. برافو عليك يا لين. اسم اهو اتفضلي. كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. علامة رفعه ايه؟ الضمة. السؤال اللي بعده يتفضل معايا هنا: إعراب كلمة مقبل. مين معايا؟ تعالي اتفضلي اسمك. ميادة السيد. ميادة السيد، يلا ميادة قولي. خبر إن. برافو. مرفوع وعلامة رفع الضم. تمام شاطر اتفضلي. يبقى هنا خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. السؤال اللي بعده: إعراب كلمة أخي. إلا إن أن أخي. اسمك؟ مي السيد. اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة. برافو عليكي شاطرة يا مريم. اسم إن منصوب وعلامة نصبه إيه؟ الفتحة. أعباء ضخمة. مين اللي عليه الدور؟ اتفضلي. اسمك إيه يا حبيبتي؟ كنزي محمد. كنزي، قولي يا كنزي. نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تمام شاطرة. يبقى هنا نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اتفضلي اللي بعدها نركز مع بعض كده. هيقول عندي من قصة علي مبارك: وضع علي مبارك قانونا. اسمك؟ نادية محمد. نادية محمد، قولي يا نادية. التعليم. للتعليم شاطر يا نادية. للتعليم، ياريت اللي هيجاوب يقرب عندي هنا. كان التعليم من قبل علي مبارك في ايدي. اسمك؟ الشريف عامر. شريف، قول يا شريف. الاجانب. برافو عليك يا شريف، في ايدي الاجانب. السؤال اللي بعده يتفضل معايا مين معايا؟ محمود. محمد. محمود، يلا يا محمود. بيقول لي هنا: انا عمل خديوي عباس على علي مبارك برتبة نقط. عندك الجاويش، اليوز باشي، ولا الاميرة لاي؟ الاميرة لاي. برافو عليك، الاميرة لاي. السؤال اللي بعده من نص في رحاب الإنسانية. تعالى اسمك ايه يا حبيبي؟ بلال أحمد. بلال أحمد، بص يا بلال، بيقول لي: مضاد الحب، القلق، القرم، الكره، التشاؤم. اختار. الكره. الكره، تمام اتفضل. اللي بعده جمع، تعالى مين معايا؟ جمع قلب، مقالب، قوالب، قلوب، أقلبة. مين هيجاوب؟ اسمك؟ عائشة طارق. عائشة، يلا عائشة. قلوب. قلوب شاطرة عائشة اتفضلي. السؤال اللي بعده مرادف: الأولى بالحب هو.
يلا تعالي هنا معايا. اسمك ايه؟ ملك عمرو. قول يا ملك. الانسان. الانسان، تمام. اللي بعدها مرادف تتقلد. مين اللي عليه الدور؟ تعالى. ها، تتقلد عندي تجرب ولا تقلد ولا تتزين ولا تلبس؟ اتفضل. اسمك؟ بلال احمد. هي بلال. تاني قول. تلبس. ماشي. تتقلد معناها ايه؟ تلبس. تتقلد. يلا هنعيد السؤال رقم 4 في اختر تاني. مرادف تتقلد عندي تجرب تقلد تتزين تلبس. اسمك؟ جانا شعبان. جانا. يلا جانا. تجرب. انا واحدة. تتقلد معناها ايه؟ تلبس. برافو عليك شاطرة. اتفضلي. جمع اخ. مين على الدور؟ اسمك ايه يا حبيبتي؟ ريناد حسن. يلا يا ريناد. جمع اخ اخوة. شاطرة يا ريناد. اتفضلي. اخوة. السؤال اللي بعده. يا اخي اسلوب. يلا بسرعة. اسمك؟ محمد. أه؟ لمار محمد. قولي يا لمار على صوتك. نداء. نداء. اسلوب نداء. اتفضلي يا لمار. السؤال اللي بعده. انتم تفوزون. فعل مضارع. تفضلي تعالي. اسمك؟ مريم عمرو. يلا يا مريم يا عمرو. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. برافو عليكي. مضارع مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ ثبوت النون. برافو عليكي لانه من الافعال الخمسه. اللي بعدها. لن يهمل النشيط. تفضلي. اسمك؟ لافرنا فادي. لافرنا فادي. قولي. يبقى فعل مضارع. فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. تمام. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. منصوب وعلامة نصبه ايه؟ الفتحة. السؤال اللي بعده. لا تتكبر على الناس. اسمك؟ فادي وليد. فادي وليد. يلا فادي. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. تمام. يبقى تتكبر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. كده احنا رجعنا مراجعة جزئية على امتحان شهر مارس. وإلى اللقاء في امتحان آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.